بلاد الفناها على كل حاله وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن وقد يؤلف الشيء الذي لا هوى به ولا ماؤه عذب ولكنه وطن. السلام عليكم واهلا بكم الى حلقه جديده من برنامج ما وراء السياسه. كيف هو اقتصاد اليمن؟ وما هي اخبار انهيار العمله اليمنيه؟ كيف هو ميناء عدن؟ ما هي احوال رجال الاعمال في اليمن؟ ما الذي تحمله الحكومه والرئاسه لتجار اليمن؟ كيف ترك الشعب يموت جوعا وترك رجال الاعمال لتنهار العمله ويضيع الاقتصاد وتتسرب السياده امامنا جميعا في الوقت الذي لا نزال نملك فيه حكومه ورئاسه وشعبا يدعمه سأقف بالتفصيل ما استطعنا مع رجل الأعمال توفيق الخامري في نقاش ضاف ومعلوماتي ودقيق ومركز عن أحوال اقتصاد اليمن توفيق الخامري أهلا بك ضيف أهلا وسهلا بك وشكرا لكم على هذا الحوار <applause> وسأعمل جهدي أن أعطيكم معلومات من الواقع ونحن كرجال أعمال دائما تعرف يهمنا الشان الاقتصادي قبل الشان السياسي أستاذ توفيق الخامري يقال أن السياسة هي اقتصاد مضاعف مم. فيبدو أن السياسة فشلت فشلا ذريعا فما هو أحوال الاقتصاد في اليمن؟ هي السياسة في العالم هي الاقتصاد والاقتصاد هو السياسة مم. لكن في, في اليمن أعتقد الم... يعني مدرسة السياسة مدرسة أخرى وخلال الفترة هذه الماضية يعني أنا من رجال الأعمال اللي كنت أتحدث دائما أتحدث بشفافية وبوضوح إلا ما وصلنا إليه الآن لأنه كان في السابق لا يوجد شيء مبرمج وكان في كبير جدا وكان في عباره عن ترحيل الازمات من وقت الى اخر وهذا هو السبب اللي وصل اليمن الى ما نحن اليه كنا دائما ننادي الحكومه وننادي الرئيس وننادي القياده يجب الدوله ان تكون لليمنيين كلهم يجب ان يكون عدالة اجتماعيه يجب التوزيع في الثروه الامن والاستقرار الاقتصاد الكل يمن لليمنيين كلهم ليست يمن شركة خاصة أو شركة لناس معينين ولا نادي خاص لا ولا نادي خاص الأعضاء ولكن كنا دائما نقابل أنه أنتم رجال أعمال أنتم محبطين واتضح في النهاية هم المحبطين ونحن الباقيين ونحن الأقوياء طيب بالنسبة أه أنتم الأقوياء تقصد الشعب أم رجال أنا أنا كأنا أنا أنا كرجل أعمال أعتبر نفسي مواطن يمني مواطن يمني يعني أتمنى أن أرى شعب اليمني في احسن حال اليوم اليمنيين يعانون من مشاكل الفقر يعانون من مشاكل البطاله ما يحصل لهم يعني لم يحصل اعتقد لاي شعب في التاريخ مثل ما حصل طبعا في سوريا وفي العراق اتمنى ان ارى اليمن وسوريا والعراق والعالم العربي والاسلامي في وضع احسن من الوضع هذا ونحن قادرين اذا عندنا اراده وعندنا تصميم أن نغير واقعنا إلى ما هو أحسن طيب أستاذ توفيق الخامري دعني أدخل معك بلغة تتناسب مع رجل الأعمال طيب. وهي لغة الأرقام نعم. أو لغة الإحداثيات نعم. ما هي حكاية انهيار العملة في اليمن؟ هل طبعنا بدون غطاء بدون رصيد أم أن السعودية سحبت الوديعة؟ لا أنا أنا أعتقد أنه انهيار العملة هو منذ بداية الحرب هذه حرب طاحنة على اليمن والحرب هذه تستهدف كل 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 الموارد وما فيش طبعا كنترول على اي شيء حكومه الشرعيه حكومه الشرعيه انا اعتقد بالنسبه لي انا اشوف حكومه شرعيه غير موجوده على الواقع اصلا موجو... حكومه شرعيه تصدر التوجيهات وتعمل توجيهات لكن على الواقع الشعب اليمني لم يرى شيئا من الحكومة الشرعية على الواقع حكومة الشرعية إذا تريد أن تعمل على الاقتصاد والنظم بالتنمية والاقتصاد عليها أن تنزل إلى الواقع عليها أن تكون موجودة في اليمن بحكوماتها بوزرائها بمسؤوليها جميعا هذا اللي يجب أن يكون المواني انفلات وتسيب الأماكن كلها انفلات وتسيب أصبح اليمنيين يعانون من الفقر من المجاعة من المجهول اليمنيين اليوم في كل دول العالم لا تعطى لهم لا تأشيرات ولا تعطلهم مع بعض الدول وانا هنا اشكر جمهورية مصر العزيزة مصر هذه العزيزة علينا اللي تحتضن اليمنيين وتحاول ان تعمل جديا لحل المشاكل اليمنيين اليوم احنا انا اتمنى ان أقوى في التحالف العربي وبالذات المملكة العربية السعودية و دولة دول التحالف ان ينظروا الى اليمنيين نحن اخوانهم ان ينظروا الينا بعين الارض بعين الاخوة وان هم هم الوحيدين القادرين اليوم ان يجمعوا اليمنيين والشتات اليمني، قادرين ان يجمعوا كل الاطياف، عليهم ان يجمعوا كل اليمنيين الى طاوله الحوار، لا يمكن ان يحصل وانا اقول الان وانا رجل اعمال وقلتها في السابق لا يمكن ان يحصل اي حسم عسكري، هو الحل الوحيد لليمن هو الحل السياسي والتعايش بين اليمنيين جميعا، لا مذهبيه ولا طائفيه، اليمن لليمنيين كلهم. يجب ان نختار وطن ونختار دستور طيب. جديد من اجل اليمنيين كلهم هذا الممكن الحل الوحيد لليمن انا اسالك عن احداثيات ومعلومات وانت تجيبني بلغه عامه شامله فضل. انا احييك على رغبتك بتوحيد اليمن واليمنيين ودعوتك للتحالف بقياده السعوديه لتكون المبادره لكن حدثني عن حقيقه ما يجري لماذا تنهار العمله؟ العمله تنهار شوف يا سيدي البعرة تدل على البعير العمرة تنقل لأنه لا يوجد إدارة في العالم لا يقال حكومة يقال إدارة أه. الإدارة الأمريكية الإدارة البريطانية الإدارة عندك يعني يعني عدة نماذج عربية ناجحة جدا عندك دبي الإمارات العربية المتحدة من أنجح الدول في إدارة إدارة الدولة وإدارة المواني وإدارة الاقتصاد أنا أتحدث معك الآن المواني اليوم كلها عبارة عن ابتزاز وعبارة عن يعني شيء شيء يعني مخيف جدا انه يعني البواخر وعملية الموانى وكيف الدخول البواخر وما تتعرض له يعني هذا رجال الأعمال بيتحدثوا دائما إنه الجمارك مثلا والبيروقراطية وسوء الإدارة مع مع القطاع رجال الأعمال اليمنيين عندما يأتوا بهذه البواخر وهذه البضايع هم يأتوا لخدمة الشعب اليمني لتوصيل هذه المنتجات اليمنيين من أجل لا يموتوا جوعا انت سيبك هم اليوم الاهتمام في اي في بعض بعض الموانئ وبعض هذه الموانئ هو المشتقات النفطيه وتهريب المشتقات النفطيه وكيف الناس يعملوا مليارات الدولارات بالمشتقات النفطيه بينما الشعب اليمني يموت احنا علينا ان نعمل برامج اقتصاديه واضحه خاصه في الموانئ ميناء الحديده وميناء عدن ومطارات اليمن كلها يجب ان انادي ان تفتح هذه المطارات كلها وتكون تزال منها البيروقراطيه وتكون لخدمة الشعب اليمني وممكن ان نعمل اداره صدقني يعني مه. ليس مستحيل ان تفتح المطارات كلها لماذا اغلاق المطارات يعني ما الذي نتج عنه لم ينتج اي شيء سوى ان الشعب اليمني يموت جوع الشعب اليمني لا يوصل الادويه الشعب اليمني لا, 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 لا توصل مواد غذائيه الناس اليوم معلقين في كل محل في العالم اليمنيين لا يجوز اعتقد انه الدول العربيه أو دول التحالف أن تنظر إلى اليمنيين بهذا الأسلوب، اليمنيين اليوم معلقين في كل بلد، لا يستطيعون الوصول إلى بلادهم، لماذا لا تسهل لهم هذه الإجراءات؟ حتى إذا كان اليمن لا يوجد طيران، فليكن طيران من التحالف، طيران مدني ينقل المدنيين اليمنيين إلى مطارات اليمن، هذا هذا يعني شيء أنا أعتبره كيف لي. تفهم الأمر أنت؟ كيف تفهم؟ أنا أنا أفهم الأمر أنه الآن يعني حصار على اليمنيين ولا أعرف لماذا حصار على اليمنيين لانه انا 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 اسمح لي يعني انا 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 في هواجس امنيه على برضو على حكومه الشرعيه وعلى كل المتحاربين مه. الموجودين في اليمن انا أدي كل المتحاربين كل من يقول انا يمني انهم يحتكموا العقل ويتقوا الله هذا الشعب كفايه حرب ودمار وقتال ملل اليمنيين من الحرب والدمار وقتال احنا اخوان علينا ان نفتح صدورنا لبعضنا البعض وعلينا ان نتحاور وفي النهايه يجب الحوار يجب الحوار يجب الحوار دائما الحوار هو, هو اصل ان طيب لا يوجد مشكله بدون حل. من معلوماتك نعم هل ان هذا الانهيار المريع الذي حدث خلال هذه اليومتين هذا اليومين للعمله اليمنيه فوق انهيارها السابق هل هو بسبب ان الحكومه اليمنيه الشرعيه طبعت عمله بدون غطاء ولا رصيد ام ان السعوديه تراجعت عن قرارها وسحبت الوديعه؟ أولا شوف احنا احنا حسب المعلومات الموجودة لانها احنا نريد معلومات شفافية تكون بوضوح حكومة الشرعية يجب أن توضح للناس اليوم في النفط أنت كرجل أعمال كيف تفهم الآن؟ أنا رجل, رجل أعمال بكلمك أنا الآن <applause> أنا كرجل أعمال في صدر نفط هل هل تعلم أنه تصدر نفط من والي اليمنية؟ بترول يمني ونفط يمني موجود يصدر لماذا هذه حكومة الشرعية ما يكونش في شفافية بوضوح ما هي اللي تصرف وما هو اللي يدخل؟ احنا علينا نشوف ان نجد يعني اذا كان سوء اداره واذا كان الهدف هذه من اطاله الحرب هو خلق تجار حروب ويعملوا مليارات الدولارات فهذا سيكون في مزبرة التاريخ اي واحد من هؤلاء لكن انا اقول لك على على الحل الحل الطبيعي لليمنيين هو ان احنا ننادي دول الخليج ودول التحالف ان تدعم اليمنيين في حل مشاكلهم وان تساهم في في التنميه وفي الاقتصاد وفي اعمار اليمن وايضا في حل مشاكل اليمنيين اليوم اليمنيين يا اخي يعانوا في مشاكل في المملكه العربيه السعوديه، في دول الخليج، يجب ان يحلوا مشاكل اليمنيين، اليمنيين هذولا احنا بالنسبه لنا الخليج هم اخواننا، لا نعتبر اننا جزء من دول الخليج من هذه المنظومه. طيب طالما انت مركز كثيرا على موضوع الخليج، المعروف ان الحكومه اليمنيه والرئاسه غير قادرين على دفع حتى رواتب الموظفين في البلاد. طيب الحكومه اليمنيه والرئاسه موجوده في الرياض يا سيدي. ف والتحالف تقوده المملكه العربيه السعوديه. م. طيب اذا لماذا يتم معامله المغترب اليمني بهذه القسوه وبهذا الـ 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 الاسلوب القاسي برايك؟ والله شيء محزن جدا ان يحصل معامله لليمنيين بهذا الاسلوب. يعني احنا اخوانهم واحنا ساهمنا في التنميه في هذه البلدان، وما قصروا اليمنيين في التنميه في هذه البلدان. المعسى الكبيره انه الشرعيه اعتقد انها وكانهم عايشين في كوكب اخر. انتم الشرعيه المفروض ان تتطلبوا من هذه الحكومات ان يراعوا معاملة اليمنيين وأن يعملوا لهم حمل مشاكلهم المطروبة الشرعية هي تكون على أرض مثل ما كلمتك سابقا تكون موجودة على الواقع يا أخي حكومة الشرعية هل تدير الدولة هذه بالأقمار الفضائية إحنا نريد الدولة أن تكون موجودة في كل مناطق اليمن طيب هل يمكن أن, ان نفهم بان هناك اجنده للضغط على الرئيس والحكومه لينفذوا هذه الاجنده ما لم سيخنقوهم عبر معامله المغترب اليمني معامله قاسيه ام ان حتى هذه القراءه خاطئه لان التضييق على اليمني من قبل التحالف ومن قبل الشرعيه هذا سيعني ان البديل هو جماعه الحوثيين والجبهات اليس كذلك؟ شوف يا اخي العزيز انا بالنسبه لي انا اريد أن تحل هذه المشاكل <applause> جميع هذه في اليمن، كل الأطراف اليمنيه المتنازعة يقعدوا على الحوار ويحلوا المشاكل. حي... أما الشرعيه والموجودين في الشرعيه، ماذا استفاد الشعب اليمني من الشرعيه؟ صدقني يعني أنا... يعني أنت تتكلم يجب أن نعمل إحصائيات، حتى دول يعني هذه أنت تتكلم عن المواني قبل, قبل قليل، المواني المواني, المواني هذا شيء بسيط جدا يعني المواني ال... أليس من المفروض هذه الشرعيه أن تسهل أم... أمور المواني وأمور الملاحه؟ في يعني في جميع الموانئ اليمنيه في المطارات. <applause> يا اخي العزيز اليوم في اشاعات كثيره جدا انت في موضوع الموانئ زعلان من الشرعيه؟ لا 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 من يحكم الموانئ أنا اليمنيه؟ انا لحد الان لا ارى انه موجود دوله موجوده على الارض. لو كان في دوله على الارض لما حصلت هذه المآسي قل من يحكم الموانئ اليمنيه؟ علينا ان نسأل على الشرعيه عندما ان شاء الله اكون انا رئيس الدوله فعليك ان تسالني بهذا الاساس جميل بالمناسبه انت كنت مرشح لرئاسه الجمهوريه هل لا تزال لديك الرغبه والطموح لان ترشح نفسك مره اخرى للرئاسه؟ بالعكس انا الان ساكون اقوى واقوى ان شاء الله في المستقبل عندما توقف الحرب حين نادي الان بايقاف الحرب على اساس كده انت اليوم تستهدف الشرعيه استهداف لا 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 لانك و... نفسك كبديل ابدا لا استهدف الشرعيه انا استهدف انا انا اتكلم انه اليمنيين عليهم ان الله في شعبهم الشرعيه مش موجوده على الواقع اصلا وين الشرعيه هذه موجوده موجود على الواقع على, على الم... الم... لا, لا لا الشعب اليمني هو موجود على الواقع الشعب... رجال الاعمال انت مقيم الفق... في جنيف يا رجل يا انا انا يا سيدي كنت في اليمن واليمن بلدي ومستعد انا يعني يرقل لا يرقل ارجوك ارجوك لا بسمع بسمع ان تكون يعني رجل اعمال يعيش في سويسرا وانت في بحبوحه من الرزق ثم تاتي وتنتقد خارطه العمل السياسي في الداخل اليمني يا عزيزي هو اولا انا في الحرب انا كنت في اليمن <applause> وانا اؤمن اننا لن اعود الى الى اليمن الا ان شاء الله عبر مطار صنعاء الدولي <applause> لاننا اؤمن أنا بمطارات رسميه للبلد انا مش مستعد اروح من من بلد الى بلد حتى ليحصل الان طبعا اخواننا الشماليين انا اوجه ندائي لاخواننا اخواننا الاعزاء في الجنوب وفي يعني وفي عده العديده في الجنوب في الجنوب هل معقول الشماليين يعاملوا هذه المعامله عندما يوصلوا من المطارات اتمنى احنا اخوان في النهايه احنا اخوان حتى لو اختلفنا في وجهه النظر في النهايه احنا يمنيين ويجب ان نحترم بعضنا البعض حتى لو اختلفنا في وجهه النظر عليهم ان يسهلوا كل الوسائل من اجل راحه الانسان يوصل الى اي مطار في اليمن فيوصل لكن عمليه انه تتكلم عن الموالي وموالي الموالي هذه انت تريد اداره انت تريد متابعه العالم اليوم العالم بنظر لليمن هذه ان اليمن مجز... بالفعل اليمن الممزق اليمن ان انتهى هل من مصلحه الخليج العربي او دول التحالف أن 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 تمزق اليمن بهذا الأسلوب؟ جميل، لدي هنا حزمة أسئلة في هذا الموضوع فضل. اسمح لي أبدأ معك ودائما سآتيك من البوابة الاقتصادية والمتعلقة وال 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 باقتصاد الناس. فضل. هل يعقل فعلا أن دول التحالف دول الخليج العربي تستسهل أن يكون اليمن بهذا التشظي والإنقسام ومفخخ بالصراع المسلح؟ كيف يمكن لها ان تستسهل وهي في في باب البيت يعني نحن نحن الحديقه الخلفيه لله والعمق الامني الخليجي من ناحيه اخرى لماذا نفهم بانهم يستسهلون الا يمكن ان نفهم بانهم يريدون كيانات ضعيفه تدير اليمن يريدون وضع مهلهل رخو يسهل ابتلاعه كيف نفهم الامر سيدي اولا انا اريد اقول لاخواننا في مجلس التعاون الخليجي او في انه احنا اخوانهم واحنا امتداد قومي لهم لكن ما يقال اليوم عند بعض اليمنيين انه والله في في دول اقليميه تريد تمزيق اليمن وتدميرها يجب ان يكون في وضوح في هذا الشيء احنا اخوان في منطقه واحده وفي في خندق واحد وعلينا ان نتعاون مع بعضنا البعض لكن انت برضو لازم يكون عندك حكومه تتحدث بهذا الموضوع لا يوجد لحد الان اعتقد ناس في في الشرعيه او ماذا انه يتحدثوا مع مع التحالف انه كيف البرنامج لايقاف هذه الحرب وكيف البرنامج لعمل سلام دائم في اليمن كيف اليوم يقول لك يعني البترول اللي يباع في اليمن في بعض اليمنيين يعني بعض ما عندهمش معلومات يقول لك هذا البترول يباع عبر التحالف العربي تخذ الفلوس لهم طيب اليس من واجب الشرعيه ان توضح للناس انها تبيع هذا البترول، واين تذهب هذه البترول؟ واين مصادر هذه الاموال؟ وكيف تصرف هذه الاموال؟ اليوم ما هي معلوماتك انت؟ اليوم انا 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 معلوماتي كل ما نسال الشرعيه لا نوجد شفافيه في التعامل، اليوم الناس من غير رواتب المعلومات المتوفره لديك عن عن قصه البترول وبيعه انا عندي معلومات انه البترول يباع، الى اين يذهب؟ هذا علينا ان نسال الحكومة والشرعية ولكن حتى, حتى, حتى يعني حتى الآن الغلاء الموجود في, في اليمن يعني الغلاء والمشتقات النفطية أيضا هذولا خلقوا تجار حروب موجودين في في كل محل واقتصاد حرب واقتصاد حرب ويدمروا اليمن في كل محل هذا المفروض لا يسهل لهم هذه الأمور إحنا علينا أن نسهل اليمنيين المواطن العادي اللي أصبح الآن فقير ويزداد يوميا فقرا ألا يلفت انتباهك كاقتصادي ومسيس ألا يلفت انتباهك ان الرئاسه ضعيفه الحكومه ضعيفه الاحزاب ضعيفه المؤتمر الشعبي العام يعاني سكرات الموت وضعيف حتى حينما قالوا يريدوا عودا لاحمد علي عبد الله صالح اذا به في اول بيان يمارس فيه عمله السياسي في التاريخ يطالب بمصلحته الشخصيه ويطلب الناس ان يدعوا له لترفع عنه العقوبات هذا الضعف القادم من كل مكان في المشهد اليمني من الرئاسة والحكومة والأحزاب والمجتمعات والنخب وحتى الكيانات التي تتولد خارج الرحم كلها ضعيفة ألا يعني هذا أن الأمر عمدا وليس صدفة؟ اليمنيين فيها ناس قادرين على إدارة الدولة بل وإدارة العالم اليوم يوجد يمنيين يديروا مؤسسات عالمية في كل العالم العربي في كل العالم الدولي مشكلة هؤلاء الأحزاب لم نستفيد منها نهائيا منذ سنوات طويله جدا على الاحزاب ان تغير برامجها وان تكون برامجها في خدمه الشعوب وليس في خدمه القاده والاشخاص احنا مشكلتنا يا سيدي العزيز انه اغلب القاده واغلب المتنفذين وهذول المقولون كانوا يفكرون في مصالحهم وفي مصالح اسرهم واولادهم ولا يفكروا ولا ي... لم يفكروا ابدا في مصالح شعوبهم وهذه المشكله اللي وصلت احنا راينا اليوم شخصيات ما كانت شيء وصبحت الان في اعلى المناصب يجب ان نسيب الخبز الخبازه احنا يا سيدي العزيز عندنا يمنيين متبكرين مش معقول انه احنا نصر على شخصيات هزيله لا يمكن أن, ت... ان تعطي الخير ولا يمكن ان تدير اليمن انه صر عليها إن... انها تكون في الدوله او في مناصب الدوله كبيرة. كلها انا ضعيفة. مع انا مع مم. انتخابات مبكره باسرع وقت ممكن وبأن ال... اليمنيين يتعايشوا مع بين... بينهم البعض وكل واحد بحجمه وان يفتحوا صفحات جديده مع دول الجوار من أحسن علاقات لأنهم هذول إخواننا وحيظلوا إخواننا وأطلب أيضاً أن يعملوا دول التحالف تعمل كل التسهيلات لليمنيين وهي قادرة صدقني المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قادرين هم الوحيدين القادرين أن يجمعوا اليمنيين ويعملوا تعايش بين اليمنيين جميعاً طبعاً هناك يوجد أجندات أوروبية واجنده دوليه وانا لها انا اسمع هذا الكلام من عده سنوات انه الاجنده الدوليه انها تمزيق المنطقه العربيه وليس تمزيق اليمن الهدف هو افلاس العالم العربي كامل وهذه جندة موجودة إحنا مشكلتنا إن إحنا نخطط في العالم العربي نخطط لأسبوع هم يخططون لخمسين سنة ولا سنة ولكن علينا إحنا أن نتكلم عن قوة الناعمة القوة الناعمة المصالح المشتركة بيننا, بيننا بين آآ آآ يعني استاذ توفيق الخامري في الحقيقه انت لديك الجراه والقوه لتنتقد الحكومه الشرعيه والرئاسه والاحزاب لكنك لم تذكر جماعه الحوثيين ولا حتى بكلمه ما الذي صنعته جماعه الحوثيين بكم انتم معاشر رجال الاعمال والتجار؟ هل تركت لكم قيمة أو وزن أم كنستكم من خارطة الحياة وأنتجت كائنات طفيلية جديدة هم تجار العصر شوف ما فيش أحد يخلص أحد الحوثيين أيضا في النهاية وأن الله هم أول من النسيج اليمني الاجتماعي اليمني أنا أول ما كنت في صنعاء أيام الحوثيين ما دخلوا صنعاء وكنا من أعظم رجال الأعمال وأنا أول من ألقى خطاب في حقهم المؤتمر وتحدثت انه اذا تريدوا اذا لا تكرروا اخطاء الماضي الفساد الاداري لا تكرروا ان تحول الدوله الى شركه خاصه لناس معينين اعملوا على كيف وجدت على العداله, العدالة على العداله الاجتماعيه وعلى انه مساواه بين الناس الدوله هذه ليست ملك شخص لا ملك الحوثي ولا ملك الاصلاح اليوم الحرب اسمح تحرق اسمح لي اسمح, لي اسمح لي البلد سيدي. يحرق في الحرب اسمح لي سيدي هذه اليمن ليست ملك للحوثي ولا للاصلاح ولا المؤتمر الشعبي يعني. الان هذه اليمن ملك لليمنيين كلهم أوه. احنا اليمنيين كلهم هذه بلدنا وفي قارب واحد فهذولا كلهم الاحزاب كلهم الاحزاب اقول لك عليهم الان ان يتقوا الله في اليمنيين لانه الان المسأله اللي جاي اكبر من اللي راح. طيب شكر الله سعيكم في دعوتهم لتقوى الله، جاوبني بلغه السياسه والاقتصاد. ماذا صنع الحوثيون برجال الاعمال والتجار؟ شوف شوف لا لا, لا الحوثيين لما دخل قلت لك انا الحين انت انا انا اريد عليك وانت تكرر السؤال يا اخي العزيز احنا طرحنا للحوثيين اول ما دخلوا كنا في صرعاء موجودين كرجال اعمال وطرحنا لهم بناء الدوله المدنية. هل انتم مستعدين مع الدوله المدنيه؟ احنا مستعدين لكم معكم، عليكم تفتحوا علاقات حوار وبناء مع كل من حولكم هؤلاء الموجودين. <applause> انتم قادرين تفتحوا حوار مع الاخرين اهلا وسهلا، لا يمكن اليمن ان تحكم باشخاص معينين او بحزب معين، وهذا ما قلنا للحوثيين، وقلت للاصلاح، وقلت للمؤتمر الشعبي العام، احنا كنا ننتقد انا كنت كرجل اعمال، كنت انتقد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح وهو في حجز الهرم. وتفضلوا ارجعوا الى الصحافه والى، احنا كنا من وقت مبكر كنا عارفين ما ما, ما, ما سيحصل الان. لكن زي ما يقال المخرج عاوز كده أه. يعني كنا نقول لهم قبل ان يغرق القارب ما فيه تجنبوا هذه الاخطاء ما كانوا منتبهين منتبهين كل واحد يهمه مصالحه الشخصيه ومصالح الاسره ومصالح المقربين والتأن والان الشرعيه وكلهم يكرروا نفس الاخطاء وانت الان لا تهم مصالحك الشخصيه في حوارك معي لانك لا تريد ان تنتقد الحوثي خوفا على مصالحك في اليمن عقاراتك اصولك الماليه سيدي العديد شوف شوف اسمح لي آه أو اقول لك انا اطمنك اولا آه يعني انا 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 كرجل اعمال ومئات رجال الاعمال احنا خسرنا مش ملايين خسرنا مليارات آه من ساوضنا ضربت بيوتنا وعمائرنا وضربت بعض الشوارع وبعض رجال الاعمال وبعض المواطنين ضربت ضربت كل الاسكان أهو. لكن احنا شوف التعويض احنا نتكلم عنه في المستقبل انا انا انتقد الحوثي وانتقد الاصلاح وانتقد المؤتمر عليهم ان يبنوا اليمن عليهم ان يتعايشوا بينهم البين كيمنيين لانه القادم سيكون أسوأ القادم أسوأ انا اكلمك وإن شاء الله سنتذكر في حوارات سابقة أنه القادم أسوأ، عليهم أن يبنوا اليمن مع بعضهم البعض، لن يبني اليمن حزب أو مذهب أو طائفية. ثلاث سنوات من الحرب في اليمن، نعم. ما الذي خسره الاقتصاد؟ وما الذي يحتاجه الاقتصاد اليوم؟ وهل لا يزال لدينا اقتصاد؟ اسمح من... اسمح لي أسمع منك الإجابة بعد فاصل قصير لو سمحت. فاصل قصير مشاهدي الكرام. أهلا بكم مشاهدي الكرام أستكمل الحوار مع رجل الأعمال اليمني البارز توفيق الخامري أهلا بك سيدي العزيز سألتك قبل الفاصل ما الذي خسره اقتصاد اليمن وهل لا يزال لدى اليمن اقتصاد لا يوجد اقتصاد في اليمن واليمن ممزقة ومنهارة وأعمل أن يعمل على بداية عمل تنمية وإعمار في اليمن بأسرع وقت ممكن لأنه الآن يعني اليمن تمزق يوميا وتقتل يوميا بال شو يعني بالموت البطيء حرب حرب دمرت كل المدن اليمنيه حرب قتلت كل اليمنيين اليوم عندما توقف الحرب عندما نشاهد ها يعني اللي فيها مشاكل كبيره جدا جدا على المجتمع اليمني اليوم عندك يعني عملوا مشكله في المجتمع يعني كيف نعالجها كيف قلوب الناس كيف نتحمل بعضنا البعض علينا اعتقد انه اليمنيين علينا مسؤوليه كبيره جدا وعلينا ان نوقف هذه الدم والدماء والحرب القويه جدا ونعمل على كل الاحزاب والسياسيين يحملون مسؤوليه، وش يعني؟ يعني كل كل حزب وكل شخصيات اعتباريه محمله مسؤوليه اولا امام الله وثانيا امام الوطن. طيب، ما الذي نحتاجه؟ ليعود لليمن اقتصاد معقول متوسط الحال حتى، كم نحتاج ليكون لليمن اقتصاد؟ أو ليتعافى لي اقتصاد اليمن أليس فيكم رجل رشيد؟ ليس ما, ما... أعتقد لحد كلهم الآن كلهم أصحابك أعتقد لحد الآن أنا أصحابي لا يوجد الرجل الرشيد وأنا قلت لك إحنا بحاجة إلى أن إحنا نعمل انتخابات مبكرة ونوقف الحروب من أنا من أجل عمل انت جديدة بالمناسبة أنت قاد في موضوع أنك تريد انتخاب نفسك أو ترشيح نفسك للرئاسة؟ أنا عندما رأيت الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب <applause> رجل أعمال يأتي إلى أمريكا وهو رجل أعمال ويعمل هذه القفزة في التغييرات فأنا من حقي كمواطن يمين أطمح أكون رئيس جمهورية وصدقنا ترامب اليمن يعني. وصدقنا أننا ممكن أعمل أحسن مما عملوا هذول والسابقين إحنا برامجنا كقطاع خاص دائما برامج مدروسة إدارية هؤلاء الموجودين السابقين واللاحقين لا عندهم برامج ابدا، كلهم بس فقط الله غير كيف التفكير بالاسره وبال... وما حوله يعني آه كل واحد رجل اعمال يشعر انه عنده امبراطوريه ماليه شخصيه يفكر بالرئاسه على طول، الى هذا الحد الرئاسه في اليمن و... سهله من حقي فكر حميد الاحمر بالرئاسه ثم فكر حسين اخوه بالرئاسه ثم فكر اخر رج... وانت من رجال الاعمال ما الذي يجعل الرئاسه يعني امر سهل يفكر صاحب الفلوس ولما لا لانه شوف انا بالنسبه لي اؤمن ان الرئاسه خدمه للمجتمع وليس نحب ما هي مؤهلاتك لاداره الدوله مؤهلتي يعني. ان انا انا أدي شركه خاصه وناجحه طيب اليوم و... ليست و... شركه خاصه اسمع هذا العسكريين تعاملوا معها كضيعه تبع الوالد تبع المرحوم والعس وانتم رجال الاعمال تتعامل مع شركه خاصه ابدا انا قلت لك لان احنا نجحنا في شركتنا الخاصه فسنلقى في اداره الدوله الرجال الاعمال لو مه. لو بشكل لو اتينا في الدوله احنا حنختار طاقم متمكن يجب ان تختار اقتصاديين اليوم في الدوله ما في اقتصاديين ابدا كل واحد ياتي باصحابه وباصدقائه وباهله ويعينهم في الدوله وهذاك مشغول يعين اصدقائه في السفارات، وهذاك يا اصحابه في السفارات؟ هل انت شخص قوي لاداره الدولة وانت لم تملك حتى على انتقاد الحوثيين طوال ساعه من الحوار؟ يا اخي انا انتقدت الحوثيين والباقيين، ولماذا لا انتم مركزين على الحوثيين؟ لازم نركز على الباقيين كلهم، مم. شوف كلهم كلهم ساهموا فيما حصل لليمن الان، الحوثيين على الاصلاح، على المؤتمر الشعبي العام، على الشخصيات اللي كانت نافذه، مم. على المتنفذين، كلهم ساهموا فيما ما هو وصلنا الى اليمن ولكن كان المفروض لم نوصل لهذا المستنقع المجري الان في اليمن يا سيدي ولكن شوف اسمح لي أه. عدم عندما ما تحسبش الشيء بجديه أه. وتحسبه بقوه تكون النتائج موجعه جدا هل تشعر ان الشعب اليمني يشعر بوفاء لكم انتم رجال الاعمال لما تعرضتم له من كوارث وخسارات هل كنتم مصلحه للناس وبالتالي الناس اليوم تدافع عن مصلحتها بدفاعها عنكم ام كنتم اصحاب مطامع انتهازيه وتجار تجنون الاموال وتتفرجون على الشعب يموت جوعا وفقرا وتصرفون الفتات وبالتالي مشاكلكم لا تعني الشعب اليمني. جميل جدا شوف اولا يجب ان الشعب اليمني احنا نعتز فيه وهذا الشعب عظيم وان شاء الله تتحسن أحواله أه. انت يجب ان في انواع من من الرجال الأعمال القطاع الخاص في أه. رجال عمل عملوا مصانع وعملوا في فرص عمل ومئة الالاف من فرص العمل وعملوها وعملوا تنميه في اليمن أه. وفي رجال اعمال انتهازيين وتجار حروب ومشتقات نفطيه وبيع كهرباء وبيع اشياء انا اكلمك يجب ان تفرق الرجال الاعمال هم انواع الانتهازي مثل اي شعب في العالم احنا لسنا في كوكب اخر يعني في الرجل اللي يفكر في مصلحته قبل مصلحه اليمن والرجل اللي يفكر في مصلحه اولاده قبل مصلحه اليمن والرجل اللي يقول اللي يعمل التنميه الحقيقيه للشعب اليمني وهي يجد كيف يجد فرص عمل وكيف تقدم تنميه ومصانع انه تستفيد منها الشعب اليمني اليوم يا اخي ببلادنا فيها ثروات وفيها الانسان الانسان اليمني موجود في كل العالم الانسان اليمني احنا نعتز فيه وقوي احنا كقطاع خاص نقبل الراي الاخر على الاحزاب كلهم هذول السياسيين ان يقبلوا الراي العقل طيب. ان يقبلوا الانتقاد أستاذ الانتقاد جميل. مهم انك تقول انتقاد أه هناك انطباع ملموس لدينا في اليمن من ان الامارات العربيه المتحده هي التي تحكم الموانئ اليمنيه بل والجنوب في اليمن ولديها حزام امني و... والنخبه الشبوانيه والنخبه الحضرميه كقوى عسكريه خارج الشرعيه وخارج اجهزه الدوله طيب السؤال قبل يومين أو ثلاثة أيام سمعنا أن جيبوتي ألغت عقد عقدها الكامل ألغته نهائيا مع الإمارات في سيطرتها على ميناء جيبوتي ثم جاء بالأمس خبر آخر من أن دولة الصومال كانت قد وقعت عقدا مع صوماليا لاند أو جمهورية أرض الصومال آه وكان المفروض ان التوقيع يتم وفق العقد مع آه الصومال كدوله مم. فغضبت الصومال والغت العقد باكمله مع الامارات العربيه المتحده. ما هي قراءتك لالغاء الدول لعقودها مع الامارات في موانئها؟ شوف الدول دبي او غير الامارات او غير الدول، الدول تبحث عن مصالحها، الصين تبحث عن مصالحها، امريكا تبحث عن مصالحها، اوروبا تبحث عن مصالحها مواني دبي او ما الامارات العربيه تبحث عن على علينا احنا كدول اولا ان نحترم العقود عندما توقع مع الشركات انا اشوف في العقود هذه ابحث عن شركات استشاريه عالميه وادفايزر هم اللي يروا ما مصلحتي انا كمينا وما مصلحه هذا اللي بالعكس احنا في اليمن نتمنى ان ياتوا مستثمرين خارجيين ويستثمروا هذه المواني لكن استثمار حقيقي وليس استثمار تقويع الشعوب وان احنا نعمل اشياء يعني لا يستفيد منها اليمنيين بل عكس انا ساكون سعيد جدا انه مجلس التعاون الخليجي او الخليجيين او اي دول عربيه واسلاميه تستثمر في الموانئ اليمنيه او في البنيه التحتيه في اليمن ولكن انا كحكومه انا كحكومه يمنيه يجب ان اكون عندي جاهز لهذه الاجنده المصالح مصالح الدول اليوم الحروب هذه يا استاذ العزيز كل الحروب هذه في سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي اليمن ايضا انت الله من الناحيه الاخره هذه حروب اقتصاديه قويه جدا حروب غاز وبترول ثروات ومثروات مه. يعني الحروب القادمه ستكون حروب مياه حروب ثروات وغاز وقصة. احنا قبل الحروب هذه علينا ان نتفاهم مع العالم هذا اللي جاي الان يعني ثورا هائج برضه نفكر بمصالحنا ومصالحهم ونعمل شيء وسط لا ضرر ولا اضرار هل تعتقد من أن أحوال الموانئ اليمنية ترضيك أنت كرجل أعمال؟ أبدا لا يوجد أي تسهيل أعمال في الموانئ اليمنية ولا في الملاحة في لكن الموانئ اليمنية هم بيدعوا أنه العرقلات كلها تأتي من التحالف فعلينا ان احنا نوجه التحالف نوجه نداء انه انه يقعد مع الموانئ اليمنيه ويسهلوا عمليه الملاحه لأن الملاحة تخدم الشعب اليمني ألا, ألا يزيدوا في الحصار والخنق على الشعب اليمني الشعب زاد اليمني عنده مشاكل ما يكفيه من يومين أو آه. ثلاث أيام صدرت توجيهات لرجال الأعمال ربما لقيادة الميناء بالأصح آه. بعدم استيراد السيارات ولا استيراد الموبايلات ولا استيراد أشياء كثيرة بمعنى أن هناك حصار غير معلن وضع على المجتمع اليمني ومنعت الموانئ من استيراد هذه السلع كما قد يفهم البعض والله شوف المعلومة لديك؟ في معلومات كثيرة ولكن في معلومة يجب أن تأكد منها ما هي المعلومات التي لديك؟ المصادر الرسمية أنا المعلومات اللي عندي أنه لا يوجد تسهيلات في هذه الموانئ وأنه تؤخذ عتاوات من عدة موانئ ومن عدة مدن ومن عدة يجب أن توحد هذه العتاوات لأنه في النهاية أنت أنت في أيام الحروب تخلق الأشياء هذه تخلق بساطة الاتزاق وابتزاز الناس ومن يدفع الثمن النهائي هو المواطن اللي يدفع الثمن النهائي <applause> واليوم المواطن لا عنده رواتب ولا عنده قوة ولا توجد قوة شرائية موجودة، يعني علينا احنا كحكومة الشرعية هذه تتحدث عليها، عليهم أن أن يعملوا ليلا نهار، ليلا نهار مع التحالف من أجل إيجاد حلول لا المواني وفتح المطارات بأي وسيلة كانت ويقدموا كل ما هي أزمة اليمن في الموانئ اليمنيه؟ أزمة اليمن إحنا بننظر لها أمنية هم بينظروا لها أمنيا وإحنا بننظر لها اقتصاديا أيضا أنت لا لا لازم تبحث الجانب الأمني والجانب الاقتصادي ولكن ما هو الجانب الاقتصادي؟ لماذا الحصار على الموانئ اليمنية؟ أنت في إمكانك أن تعمل إدارة من ممتازة جدا وعندك أجهزة أمنية وتتحكم في هذه الأشياء لكن من المعيب أنك تحاصر الشعب اليمني وتحاصر اليمنيين هذا لا يجوز لا يجوز نهائيا وهذا هو الحصار هو اللي يخلق تجار الفساد وتجار الحروب واللي عم نعم عملوا ثروات كبيره جدا من, 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 من هذا الحصار انا يعني استاذ توفيق الخامري انت طوال هذه الحلقه على مدى هذه الساعه الحواريه مم. وانت لم تحدثني بلغه الارقام ولا بلغه المعلومات في الاقتصاد هل لانه لا يوجد اقتصاد ام لا يوجد لديك معلومات لا لا, لا لا لانه يا سيدي لا توجد ارقام منذ الحرب لا توجد ارقام حقيقيه نحن نطالب دائما بالشفافيه. اليوم اليمنيين تحت حد يعني تحت الفقر أهو. والبطاله. نطالب الحكومه ونطالب الجهات الدوليه ان تعمل لنا ارقام حقيقيه على ايش اللي بيحصل في اليمن. كلها يعتبرها الشرعيه انها من ضمن الـ يعني الـ لا لا أقول شفافيه. انا اريد ان اشوف شفافيه، كم صدر النفط؟ كم صدر الغاز؟ كم دخل البلد؟ كم خرق البلد؟ لماذا لم تسلم الرواتب؟ هل صحيح ان السعوديه سحبت الوديعه ام لا؟ ما اعتقد انه انا ما عنديش معلومة عن هذا لانه هذا البنك المركزي مثل ما قلت انت المفروض يعمل تعميم رسمي شفافيه هل الوديعه هذه كانت ضمن شروط ام الوديعه حطت بس من أقل صفقه معينه لا نعرف حد هذا شيء اي شيء ما عندنا معلومات كافيه عن الموضوع هذا نهائيا لحد الان طيب انت رجل الأعمال توفيق الخامري ما الذي تستطيع ان تقدمه لليمن؟ انا ما اقدمه هو كل ما اقابل شخصيات عالميه في العالم العربي او الخارجي اطالبهم أو بايقاف الحرب على اليمن وانه الحل الوحيد هو التسويه السياسيه وان يقعد اليمنيين على طاوله واحده ويحلوا مشاكلهم. بمن التقيت من الشخصيات شخصيات العالميه؟ شخصيات كبيره. بمن مثلا؟ كثير جدا سمي لي اسماء يا, رجل. سيدي ولا اريد ان اسمي لانه اتحفظ على هذه الاسماء حتى لا لا, لا لانهم يطلبوا مننا عدم الإفاح ونحن اعطوهم المعلومات هذه يعني انت لم تتحدث عن يا رجل انت تحدثت عنه يوقفوا الحرب لا يوقفوا الحرب نعم ولكن هذه الامور لا يجب ان نتحفظ فيها استعينوا على اموركم بالكتمان هذه اسرار عندك اذا هذه اسرار كيف ستكون رئيس دوله؟, دولة. هذه اسرار ساحافظ على الدوله لو كنت رئيس دوله لما تمزقت اليمن طيب نعود لفكره اخرى استاذ توفيق الخامري مجموعه رجال الاعمال في اليمن البيوت التجاريه هل يمكن القول انكم اصبحتم من الماضي وان هناك طبقه طفيليه جديده هي البديل لكم وانكم لا مجال لكم الا ان تغردوا في في المنافي في بلاد الله اما بلاد اليمن فهي لجماعه الحوثيين ومن تخلقوا في اقتصاد الحرب شوف الطفيليين وتجار الحروب خلقوا في ايام الحرب اكثر واقوى ولكن كانوا كانوا موجودين كان النظام الموجود سابقا يعمل على هؤلاء الطفيليين المقربين ولم و و يعملوا اقتصاد قوي جدا من من هو مقرب من الحاكم كان, كان يعطى الصفقات ويعطى له التجاره ويعطى له المشاريع واي انسان كان يحاول الانتقاد البناء كان يحارب من هذه المشاريع بل ويحارب وانه تكرز الزيبق وتجر اليورانيوم، هل تعلم ان نحن يعني في فتره من الفترات انا قيل عني اننا ب 3 مليار عملت زيبق ويورانيوم يعني انا رجل اعمال عندما انتقد انتقد انتقاد بناء، اقول هذه الدوله حولت البلد كلها الى شركه خاصه وعلينا ان ننتقد هذا انتقاد بناء وعلينا ان نعمل نسوي بين الناس الكهرباء كانت الايجار الكهرباء يعني هذا خلاص اصبح تاريخ ولكن عندما انتقل بنا كان ايجار الكهرباء ممكن ان نشتري محطات كهرباء بايجار الكهرباء اليوم رجعوا الى ما كنت اقوله في السنوات القديمه جدا وانا سعيد جدا انها هذا الصحيح اللي كان لانه كانوا كلهم جلساء السلطان والمباخر ما 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 لا يقولوا حقائق كلهم اصحابك الم تكن جليس مثل مثلهم مع مع كل الرؤساء ورؤساء الوزراء بل والسفراء ولم تكن صديقهم ياتون اليك وتذهب اليهم كنت رئيس وكنت احمل رسالات لملوك ورؤساء وانا اعترف بهذا واقول دائما ولكن يا سيدي العزيز ما هم لم تذكر لي انا حاورتك في في فتره سابقه وقلت لي بانك حملت رسائل بينك وبين علي عبد الله صالح الى رؤساء وملوك الى بعض الرؤساء لكن من يعني لم تحدثني منهم انا ان شاء الله ساتحدث في ساعمل كتاب واتحدث شرح, شرح طويل عن هذه وشوف حتى حل. هذه اسرار طبعا و... و... لأنه يا اخي المفروض تكون رئيس مخابرات تهتم بالاسرار بدل ما تكون رئيس دوله مطلوب منك شفافيه الله يسلمك يا سيد العزيز هذا ال... الاستخبارات ليس عملنا احنا أيوة عملنا احنا أ... عملنا الشفافيه انت تطالب الرئاسه والحكومه بالشفافيه وانت تحرمني من المعلومات انا اطالب بالشفافيه كي كان الشيخ عبد الله بن حسين الاحمر الله, الله يرحمه كنت ما اقول له في هذا الموضوع سوف اعمل كتاب اشرح كيف كنا نتعامل في هذا الموضوع اللي تتكلم عليه كيف كنت أحمل رسائل وكان يقول لي هذا سابق لعوانه بعد ما يموت الناس ينشروا الكتاب <applause> رحمة الله عليه أنت صادر على برنامجي حق الشفافية ولا تعطيني معلومة بل سأعطيك معلومة أعطيتك أكثر من, من أي لقاء سابق أنا طول الفترة هذه أنت صديقي يا رجل. أنا, طول هذه. أنا, يعني أنا طول الفترة هذه المفروض أنه يعني بحق الصداقة مش فقط بحق الله عزيزي أنا طول الفترة هذه كنت اتحفظ على اي حوار. أهو. عندما انت جئت وحمستنا، قلنا لايقاف الحرب، مستعدين نعمل لايقاف الحرب والحروب أهو. أهو. والتدمير هذا أهو. وانادي هذول اخواننا التحالف انه يوقفوا الحرب ويعملوا تعايش بين اليمنيين، حمستنا وقلت ساتحدث، ولا انا كنت ارى ان هذه الفتن لا اتحدث فيها، كنت اقول لهم انا في فمي ما، عندما يتحدثوا معي بعض القنوات، بعض الاشياء، يقول لي انت كنت اشجع أقول ولا اعمل تتحدث، اقول لهم كنت اتحدث في السابق ما ما كانش في الحرب هذه الطاحنه اللي نتصورها اتمنى انا كرجل اعمال عربي ومسلم اتمنى الا ارى الحرب في سوريا ولا في العراق ولا في اليمن ولا في ليبيا اتمنى ان ارى السلام والاستقرار في العالم العربي كله وان نفكر بالمصالح بدل من الحروب والقتل والاحقاد بما بين البين استاذ توفيق الخامري ما هي الرساله التي تريد ان توصلها الى التحالف العربي والى الحكومه الشرعيه انا أصل الى التحالف العربي هي رسالة فيها شفافية ووضوح لأنه ما فيهاش تسييس أبدا أنهم هم القادرين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية وبقية التحالف قادرين على أن يجمعوا اليمنيين كلهم بجميع طوائفهم وأحزابهم هم القادرين ومؤثرين وعندهم موجودين الآن أغلبيتهم قادرين يجمعوهم إلى طاولة الحوار ويحلوا مشاكل اليمن وتكون اليمن امتداد قومي لدول مجلس التعاون الخليجي وهذا ما أتمنى من الحكومة الشرعية أتمنى أن يكون حكومة موجودة على الواقع مش عبر الاقمار الصناعيه، نريد ان تكون حكومه موجوده في الواقع. و... تشوف يعني هموم الناس ومشاكلهم. طيب رسالتك للشعب اليمني؟ رساله للشعب اليمني انه عليه الصبر وان شاء الله ستفرغ امورنا في اليمن ان شاء الله، بد ما ياتي بعد الليل نهار. انت بعد هذه واش... الرحله ستعود الى سويسرا؟ لا ساعود الى اليمن ان شاء الله، الى اليمن السعيد، اليمن السعيد سيبقى سعيد. وانا قلت لك في البدايه انا يعني اذا كنت أنا منتظر ستذهب الى سويسرا وتطلب من الشعب اليمني لا لا انا من انا انا ساذهب الى صنعاء، انا منتظر بس مطار صنعاء يفتح او الحديده او تعز وساذهب الى اي مطار ان شاء الله. استاذ توفيق الخامري رجل الاعمال المعروف شرف كبير لي وجودك معي في هذا الحوار، اشكرك شكرا جزيلا. اعاتبك كثيرا على قله المعلومات. وعلى كل هذا التحفظ والاسرار داخلك وان شاء الله ستمنحنا فرصه اخرى في وقت لاحق. اشكرك لسعه صدرك وبعض الاستفزازات وانا تعرف يعني الحمد <applause> لله كرجل اعمال نؤمن بالراي الاخر. انت شكرا لك دائما اعطيت المعلومات كلها ان شاء الله. ساتشرف بلقائك كثيرا ان شاء الله. شكرا لك سلمك الله. شكرا لك. مشاهدي الكرام سنلتقي في حوار آخر قادم من برنامج ما وراء السياسة حفظ الله اليمن لكم خالص محبتي أنا عارف الصرمي إلى اللقاء